لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين. وبعد أخوكم في الله مراد طلال المصري أبو رامي من سكان بيت حانون ومن النازحين في مدارس الإيواء في جباليا في ظل هذه الحرب المسعورة على الشعب الفلسطيني وعلى المدنيين وانعدام حقوق المدنيين من أكل وشراب وطعام وملابس ودواء. فأردنا أن نشغل أطفالنا وأولادنا في حفظ كتاب الله في ظل انعدام التعليم وعدم وجود مدارس يؤويهم ويشغل أوقاتهم. أردنا أن نشغل أوقاتهم مع كتاب الله ومع آيات الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يحفظ أولادنا بالقرآن وأن حتى يتربوا أولادنا على القرآن وأن يتقووا بالقرآن على مقومات هذه الحياة لعدم وجود المقومات الأساسية الأخرى من أكل وطعام وشراب. عسى الله أن يكفي، فكفى بالله حسيبا، ونسأل الله عز وجل أن يقوي شعبنا وأطفالنا وأمتنا على هذه الحرب وينصرها نصرا مبينا.